اذا كان عملك يتطلب منك ان تسافر بشكل متكرر فربما تنتقل مستقلا سيارتك او دراجتك وبالتالي فان عنوان حوادث الطرق يعتبر من الموضوعات الهامه لديك والان دعنا نتحدث بصراحه هل تتحدث في الهاتف المحمول اثناء القياده وهل انت ملتزم بوضع حزام الامان او ارتداء الخوذه اثناء القياده أم أنك تجدها غير مريحة؟ فهناك عدة مستويات للأمان أثناء القيادة، وهم: "إذا كانت سيارتك غير آمنة، فإنك غير آمن أيضًا". عدد أكبر من الركاب يعني عددًا أكبر من المخاطر. حمولة غير آمنة تعني رحلة معرضة للخطر. الاستعانة بسائقين غير مؤهلين لعملية القيادة يعني احتمال أكبر لوقوع الحوادث. الإرهاق الشديد يعني احتمال وقوع الحوادث. لا تتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، فإن هذا ربما يعرضك للخطر. الرحلات الغير مخططة تعني إمكانية وجود المخاطر. حزام الأمان يعني حياة آمنة. دائمًا ضع الخوذة لحماية رأسك. هذه هي مستويات الامان اثناء القياده